للشعوب والمناطق المختلفة حضارة وثقافة تتميز بها عن شعوب أخرى. في تقريرنا اليوم نستحضر أكلة الصاجية الشهيرة التي يتميز بها ريف مدينة دير الزور شرقية سوريا، وبالأخص مدينة القرية بريف المدينة. تعتبر اللحوم المكون الرئيس لهذه الأكلة كلحوم الضأن والدجاج وغيرها. تضاف إليها الخضروات كالبصل والبندورة بالإضافة إلى التوابل، وتطهى على نار هادية. وما يميز هذه الأكلة عن غيرها هو وجوب تحضيرها على الصاج الديري ذو السماكة الجيدة.